ايه شعور حضرتك عند قطع شجرة معمرة؟ يهمني اعرف. بالتأكيد جريمة. جريمة. بالتأكيد جريمة. بس انا عايز اقول لك على حاجة. اتفضل، عشان انا هقول لك على حدوتة حضرتك فاكرها. في يوم من الايام انا حاورت المرحوم الفنان احمد مظهر. ايوه. وكان احمد مظهر يسكن قرب المحور. ايوه. واتذكر انه البلدوزر لوزير الاسكان يومئذ اراد ان يدوس على هذه الحديقة اللي توسل فيها احمد مظهر كما تتذكر ان فيها نباتات نادرة. ايوه. كيف تتصور نباتات يدوس عليها البلدوزر ويفرمها كمان؟ ولو كان جامع كنت هشيله. ازاي؟ الشجرة دي ممكن المرحوم احمد مظهر، نعم، لما يعرف ان الطريق اللي هيفوت ده هيخدم الملايين يتنازل ينقلها براحته. انما لما تعرف، وانت عارف ان انا ترجيته مرة واثنين وثلاثة ورحت له الله يرحمه، نعم، علشان لازم نفوت الطريق. الطريق بيخدم ملايين. وعايز اقول لك على حاجة. اتفضل. المسؤول طالما متجرد وكل هدفه انه خدام لبلده بياخد القرار الصعب وهو واقف على ارض ناشفة. بياخد القرار الصعب وهو واقف على ارض صلبة. تمام. واخد بال سعادتك؟ نعم. تمام. فاحنا رغم نانا اللي دايما بتكلم عنه، يعني ممكن ما نبقاش عندنا 40% تحت خط الفقر، ويعني 55% على الحروكروك فوقيهم. نعم. نعم. واثنين ثلاثة في المية هم اللي على وش السطح. فهمت. لا. ممكن كلنا نعيش مرتاحين. نعم. بمواردنا. طب انا عاوزك توصف لي مشاعرك.